مشاهدينا، السلام الداخلي أو نقول يمكن هو عفواً الأهم بعد الإيمان، وهو عكس المقاومة. كل ما نقول فهناك يمكن بعض الأمراض الاجتماعية والفسيولوجية النفسية، ويمكن أتي بسبب مقاومة الجسم لهذه الأمور. لكن لو كان يقولون سليمان عندك أي مرض جسدي، مارس التسليم أو التأمل، وممكن في هذه الفترة يعني يمكن يكون هو سبب لدخولك في السلام الداخلي والتشافي. مرض الجسد معقول؟ نعم مو طيب. معقول. لكن عموما معانا خبيرة التنمية البشرية وعلم الطاقة الأستاذة ليلى العنزي. أهلا فيك أم لين. أهلا فيك، حياكم حياكم. طبعا إحنا قلنا كلام في البداية، نبي نتأكد منه بالضبط كلامنا صح ولا لا. هو صح أن التسليم إحنا نوصل له من خلال التأمل. نعم. بس التسليم شيء والتأمل شيء ثاني. التأمل الإنسان دائما في حالة تأمل، يقدر يتأمل في أي وقت، لكن يقدر يتأمل في وعي، يعني يقول أنا الحين بعمل تأمل. فالتأمل يخلي الشخص يشعر في مشاعر ارتياح. يعني مثلا احنا احيانا نحتاج مشاعر طيبة، صح؟ طبعا. من وين نحصل على هالمشاعر؟ يا انك مثلا تقعدين مع صديقتك، او مثلا تروحين مكان، او تسافر، او تروح تعمل شيء عشان تشعر في مشاعر طيبه. الانسان يحس انه والله انا اليوم مستانس. صحيح. اذ هذه طريقه خارجيه، هذه طريقه صحيحه لكنها خارجيه. في طريقه ثانيه داخليه، انك ممكن انت تنشئ هذا الشعور من غير ما تستعين في ولا شيء خارجي، اللي هو عن طريق التامل. اللي هو شنو التامل؟ التامل هو حاله يوصل لها الانسان، موجات الدماغ توصل لدرجة معينة، في مسميات لموجات الدماغ وفي درجات لموجات الدماغ. هذا شيء علمي؟ طبعا شيء علمي. موجات الدماغ لها درجات، في البيتا الإنسان يكون بيتا قاعد، بيتا والفا وجاما، بيتا والفا، وفي الثيتا، وفي الدلتا اللي الإنسان يكون نايم. الدلتا هي أحد أشكال التأمل، ترى النوم أحد أشكال التأمل اللاواعي. يعني مثلا أحيانا تحسون نفسكم متضايقين، تنامون تصحون تحسون نفسكم أحسن، صح؟ حتى لما الشخص يكون مريض يقولوا له نام وراح تصير احسن، لما يقوم الصبح يحس نفسه كانه نسى شنو صار. هو فعلا لانه تامل ولا لان النوم هو يعني حاجه فسيولوجيه؟ لا، لان موجات الدماغ وقت النوم توصل لدرجه اسمها الدلتا. الجسم يسترخي فيبتدي يتشافى، يبتدي يصلح امور عنده، يبتدي يتحسن، يصير شعوره افضل. طيب يصير واحد يقول الحين انا الحين اتامل؟ طبعا في اي وقت ممكن انه يتامل. يعني شو يسوي؟ يتامل انه يدخل في الموجه هذه من موجات الدماغيه، انه يدخل في الالفا. نعم. او يدخل في الثيتا اللي اعمق منها. وش يسوي عشان يدخلها؟ في طقوس معينه، في تكنيك معين، انه هو يعمل استرخاء، في يعني طبعا لها طريقة خاصة لممارسة التأمل. في تأمل بسيط وفي تأمل عميق. شو الفرق الحين بين التسليم والتأمل؟ قبل لا التسليم، التسليم هو شعور انك انت تحس خلاص انا ما عاد يهمني، بس خلاص صار ميأس. ولا ما صار ما عاد يهمني. تسليم يعني انت شبهتي تسليم شعور، كأنه خلاص صار مثل لا شعور. بالعكس انت كانش قاعد توصفين انسان يوصل لمرحلة لا شعور. يصير يعني بالضبط، يعني هو نوع الشعور لكن درجته أنه لا شعور، خلاص يبتدي ما يهمه. حتى في بعض الأشخاص مثلا تلاقين واحدة ودها تحمل ولا ودها تتزوج، مجرد ما تنسى الشيء الأمور تمشي. شنو السبب؟ السبب أنه هي خلاص بس سلمت الموضوع، وخرت تركيزها عن الأمر، وخرت تركيزها على الموضوع، ما عادت تعطي مشاعر منخفضة، لأن المشاعر هي أهم شيء في موضوع التأمل. لكن كلامك هذا يمكن نقول عكس كلام الناس اللي يطالبون بقانون الجذب أو ينادون بقانون الجذب، إن أنت دائما لازم تفكر في الشيء اللي أنت تبي، تركز عليه دائما، تتخيله دائما. فإذا أنت الحين كأنش قاعد تقولين لا، بالعكس. شوفي أنا يمكن من أوائل الأشخاص في الوطن العربي اللي تكلمت في قانون الجذب. نعم. فيعني قانون الجذب تكلموا عنه في طريقة خطأ، إن أنا أفكر في الشيء أحصل عليه. أنا أفكر في الشيء أشعر فيه، شعوري هو اللي قربه مني أو بعده مني. يعني مثلا واحدة تفكر إنها خلينا نقول تحمل، وهي خايفة، مشاعرها شنو منخفضة. نعم. تبعد الشيء عنها، ما تقربه. يعني قانون الجذب يعمل في الحالتين، إما إنه يقرب منك إما إنه يبعد عنك. نعم. لا، ما تلاحظون أحيانا لما يعني بالكويت لما تشي نحنك على شيء شنو ما يمشي، صح ولا صح. لا؟ يقولون إن لما تحن بالشغلة ما تصير. بالضبط، لأن المشاعر هي اللي تجذب أو تبعد. بمجرد الإنسان إنه يخلي مشاعره طيبة
ويرتاح خلاص. اذا هذا مثل ما احنا نسميه التوكل على الله. طبعا هو التوكل على الله، اذا الانسان يتوكل على الله والامر والقدر ياخذ، لكن لازم يخطط قبل. يعني مثلا هي يعني كمثال ان مثلا شخص يبي هدف في حياته يخطط له، لكن اذا خطط للهدف وفكر فيه وتخيله وبنفس الوقت قاعد يخاف انه ما راح يصير، ما راح يصير. اذا في مشاعر سلبيه طبعا هو الداخل هو اللي يشتغل. فانا افكر في هدف ومشاعر سلبيه ما راح يصير، افكر في هدف مشاعر ايجابيه راح يصير. الشعور هو اللي يجذب. حلو، بس شنو مدى تاثير التامل؟ خلينا نقول الانسان يحسبونه، شلون تحسبونه انتم بالايام؟ التامل يساعد الانسان على انه هو يشعر في مشاعر طيبه تجاه شيء. يعني مثلا انا لاحظ لما عندي المتدربين لما نعمل سيشن تامل بعد ما نخلص اقول لهم ها تبون هدفكم، يقولون لا حسنا شبعنا ما نبي. فأوصلهم أوصلهم لمرحلة، خصوصا عندنا مثلا موضوع البنت وايد تبي تتزوج، ولا موضوع الشاب يبي انه يصير ناجح، يبي انه يمتلك بزنس، يبي فلوس، يبي ثروة، يبي كثير امور، فوايد متعلق. التأمل يخليهم ما يتعلقون في هالاشياء هذه، وسبحان الله من يتركونها مشاعرهم تصير طيبة، الاشياء هذه هي تجيهم. ما انت قايله من قبل بأن التأمل ممكن يؤدي يعني يخلي البنت يسهل عليها الزواج. طبعا طبعا انا انصح كل الناس اهم شيء التأمل، هو من خلال التأمل احنا ناخذ طاقه ايجابيه. التأمل يعني يزوج البنت، هذا قصدي. هو ما يزوج البنت، هو ما له علاقه بالزواج. انا قاعد اتكلم عن اي هدف في حياتنا. اي هدف، خلينا نقول مثلا شخص مريض، اوكي كم شخص تعرفونه سوى عمليات تجميل ولا سوى عمليات تكميم ما نجحت معاه؟ شنو السبب؟ وفي ناس نجحت معاهم. السبب ان هذول الاشخاص شعورهم اتجاه الشيء كان منخفض. والله لو يسوي 100 عمليه تجميل و100 عمليه تكميم ما تمشي. يمكن الدكتور مو زين. لا بالعكس، شوف انا مع التجميل ومع التكميم ومع هالامور، بالعكس انا مع الطب، لكن احنا نجمع الاثنين مع بعض. يعني ناخذ هذا ومشاعرنا طيبه راح ناخذ نتيجه زينه. يعني هو التركيز نقول التأمل هو التركيز على مشاعر إيجابية. هو مو بس تركيز على مشاعر إيجابية، هو في التأمل إنك توصلين في موجات مسترخية اللي هي الألفا أو الثيتا. خلينا نتكلم عن تفاصيل شوي أكثر. شلون الإنسان ممكن يدخل مرحلة التأمل؟ شلون يدخل مرحلة التأمل؟ شلون يتعلمها؟ شلون يمارسها؟ طبعا لازم هو يتعلمها عن طريق شخص. يعني انا عندي مركز كامل حق هالموضوع هذا، ان انا ادربهم عليه. وهيوني كبار وصغار، ويوني من برا الكويت من كل مكان، انه يحبون يتعلمونه. الشيء الثاني، في باليوتيوب ايش كثر طرق للتعلم والتأمل. ممكن شخص يتعلمه بروحه. هو في له خطوات. اول شيء كمبتدئ لازم اختار له مكان هادي. يعني ما ينفع انا اعمل تأمل في مكان يعني في ازعاج كمبتدئه. انا بالنسبه لي عادي اي مكان، لان خلاص اكثر من 10 سنوات انا امارس التامل. امارس التامل اي نعم. الخطوه اللي بعدها انه يبتدي في عمليه التنفس. مثل ما احنا عارفين التنفس، من خلال التنفس الصحيح احنا ننظم ضربات القلب. اذا كان القلب وايد سريع الانسان شنو يتوتر، لكن اذا كانت ضربات القلب متزنه الانسان يبتدي يهدي. اللي بعدها اللي انه يركز على شيء معين. انا دائما اخليهم مثلا اقول لهم ركزوا على التنفس، يعني ركزوا على الشهيق والزفير. اول شيء راح تهل عليكم الافكار. الانسان في احد يقدر يعيش من غير ما يفكر؟ معظمهم قاعد يعانون من الافكار. حياتهم من افضل ما يكون، لكن هو باله مو بالمكان، هو باله بالماضي او في شيء في المستقبل قاعد يخاف منه. فاخليهم اقول لهم ما يخالف، حتى لو تيكم افكار خلوها تيكم، رجعوا مرة ثانية. يعني مثلا احنا الحين قاعدين، دخل شخص كلمنا، خلاص ننشغل معه ونخلي اللقاء؟ لا، نرد عليه ونرجع مرة ثانية. جتكم فكرة ثانية؟ رجعوا مرة ثانية. بعد فترة خلاص توصلون لمرحلة تغمضون عيونكم، تتأملون، تراقبون نفس، ما في ولا فكرة. كبداية انا انصحهم 5 دقائق، بعدين شوي شوي ممكن 20 دقيقة. انا احيانا اتأمل ساعة كاملة يعني من غير ولا فكرة. في هالوقت هذا جسمي ياخذ طاقة، مشاعري وايد ترتفع. بالمقابل انت توج قلتي شيء يمكن لفت نظري، ان انت صار لك تمارسين التأمل لمدة 10 سنوات. شو اللي فرق عن أملين قبل 10 سنوات وأملين الحالية؟ وايد وايد. انا يعني ما تخيلين ايش كثر. يعني اول شيء صحتي، انا ما اخذ بنادول، ما اخذ بروفين، ما اخذ ادويه، ما اخذها. انا مو مع، بالعكس انا مع ان الانسان يتعالج. اوكي، بس انا المسكنات هذه قطعتها نهائيا من بعد التامل.
ما امرض انفلونزا ما اعرفها ما يعني ما تقول يعني هالدرجه يمكن حتى انا وزوجي يعني نفس الشيء احنا نعمل تامل يعني لا ما نخاف من العين اذا انت مؤمن في الله سبحانه وتعالى وطاقتك دائما عاليه انت ما تخاف ترى العين من الانسان نفسه تامل كنا نفس اليوغا لان اللي لا اليوغا تختلف اليوغا نفس الموضوع انه قال احنا في سكون وما تكون في فكره ببالك لا اليوغا حركات جسديه لان اللي هي تأمل هم كنا سماها تأمل اللي يحطون شمعة ويقعد بحركة معينة أعتقد هي اليوغا لا اليوغا فيها حركات جسدية اليوغا زينة لكن هي فيها حركات جسدية مو لكل الأشخاص يحبونها التأمل أنت كل اللي محتاجه بس أنك أنت تسترخي تقعد تغمض عيونك وتشتغل مع مخك وجسمك لأن كل مشاعر مسيبة في الجسم لكن بالمقابل هل كتابة الأمنيات نفس ما يقول قانون الجذب يعتبر خلينا نقول ممكن يتحقق الأمنيات هذه ممكن تتحقق من خلال التأمل أيضا أكيد. لو أنا مثلا مارست التأمل أنت تقولين التأمل لازم يكون المخ فاضي من الأفكار شلون إذن ممكن يعالج أو يجذب الأشياء الحلوة أوكي إذا أنا مثلا أبي أجذب شيء معين يعني شيء حلو في حياتي فأنا لازم أفكر في إيجابية لازم يكون تفكيري إيجابي أوكي فالتأمل يخليك أنك أنت تختارين فكرة يعني مثلا أول شيء أسترخي ما أفكر فيه ولا شيء بعدها أدخل لمرحلة أني أنا أفكر بالشيء اللي أبي مثلا شخص يبي يسافر يبتدي يشوف نفسه أنه هو مسافر ما في أفكار ثانية ممكن أنه تخرب عليه فمجرد ما أنه يشوف الأشياء هذه مرة مرتين مع طاقة عالية خلاص الجسم يستجيب يعني الحين لو أقول لك بإيدك ليمونة عصريها حسيتي ان في حموضه شوي؟ لا اوكي بس تخيلت المنظر شفتي المنظر أي. اوكي جسمك ما يفرق اوكي اذا كان هذا الشيء حقيقي مادي او غير مادي فانت مجرد ما انت تبتدين تشوفين نفسك ان انت مثلا زوجه سعيده ولا انت ام سعيده ولا الشيء الهدف اللي احنا نبيه في مشاعر طيبه اهم شيء المشاعر لان انا اشوفهم يفكرون ماكو فايده يعني يتخيلون ويخططون ويسوون ماكو فايدة من غير مشاعر زينة فالتأمل يساعدهم على أنهم إن ما يفكرون في مشاعر يعني ما يخططون في مشاعر منخفضة طيب أخت ليلى من أكثر البلدان اللي تتميز تمارس أو شعبها يمارس التأمل وايد للأمانة أنا يعني ما أعرف بلدان معينة بس كل البلدان يمارسون التأمل معظمهم يعني خصوصا مثلا عندك أمريكا أوروبا شرق آسيا الحين بالكويت والخليج العربي يعني كمية كبيرة أنتم ما تتصورون إيش كذا الناس يمارسون التأمل أنا كل أربعة 50 شخص عندي يمارس التأمل أحيانا يوصل 100 شخص أحيانا نسكر ما في مجال للدخول لأن المكان يصير فل فيعني هو ما في بلدة معينة اللي تمارس التأمل التأمل موجود من يعني من إحنا وجدنا أساسا بس هو احنا يعني على قولتهم احنا خذيناه ورتبناه وخليناه تقنيا نستخدمها. حلو، الحين احنا ساعات قبل النوم تجينا افكار لكن نكون بهدوء يعني غرفة النوم تكون هادية وما في احد قاعد يكلمنا، تجينا افكار قبل النوم، تجينا افكار اول ما نقعد من النوم، ومرات يمكن حتى في حالة اليقظة نكون بروحنا وقاعد نتأمل، هل هذا تأمل؟ لا هذا أحلام يقظة اللي هي التفكير أنت قاعد تفكرين أنت لما تفكرين أنت قاعدة تطلعين من اللحظة ليش أنت تطلعين من اللحظة ليش مو عايشة اللحظة ليش ما قاعد تشوفين الأشياء اللي حوالينك ليش ما تستمتعين فيها ترى معظم الناس أنا أشوفهم بالمجمعات قاعدين سرحانين طول الوقت يعني ما حد صاحي ما حد موجود في اللحظة نادر ما تلاقون والإنسان شنو يعني موجود باللحظة؟ يعني ما أفكر الحين أنا معاك ما قاعد أفكر ولا شيء ثاني غير اللقاء بس ما في ولا شيء ثاني يعني أنت الحين حاليا ما تفكرين في لين وما تفكرين نهائياً بالشغل ومواعيد باكر نهائيا لا شلون أفكر فيها لأن أنا لو فكرت فيها راح أخسر اللحظة طب إذا فكرتي باللحظة يعني قلت يعني يا رب السؤال اللي جايش بيسألونه هذا يعتبر تفكير باللحظة طبعا تفكير ما في مشكلة لا لا مو تفكير في اللحظة هذا تفكير خارج اللحظة أنا الحين رحت قاعد أفكر في شيء بالمستقبل أنا لما أكون مستعدة ومخططة حق كل شيء في حياتي ما راح تطلع لي أي شيء يعني صدفة ولا شيء مفاجئ لأن خلاص إحنا مخططين مثلاً أنا بخلص باللقاء بروح مكان فلاني بتصل على فلان لا برجع يعني البيت لا الحين يا رب شنو السؤال الجاي بيكون هذا يعتبر تفكير باللحظة ولا لا هذا خروج عن اللحظة الحين أنا لازم أركز معاك أنت شنو قاعد تقول شنو تطلب مني صحيح نطلع الحوار إحنا ساعات
تطلعون على الحوار. يعني قصده ممكن نطلع برا الاسئله ونطل يبالنا سؤال ثاني شوي ياخذنا بعيد عن الموضوع. اوكي هذا ممكن انكم اتصلتوا في شيء مختلف يعني، بس هذا ما طلعكم اللحظه. قصدي يعني هني ما تفكرين يعني هني لا ما افكر نهائيا. انا مثلا انت تسالني سؤال انا اجاوبك على طول دايركت. لا ما افكر بعد شوي شنو راح يصير، وهذا اللي يعني هذه نتيجه من نتائج التامل انه خلاني ما افكر في شيء. تمارسين هالشيء طول اليوم؟ لا مو طول اليوم. انا يعني قصدي تعيشين اللحظه، تقدرين تعيشينها كذي طول اليوم بدون ما تفكرين؟ مو دايماً. ما تقدر. لا مو دائما. بس انا يعني مثل ما تقولين ان انا ابي الغي الحزن، ما ينفع الغي الحزن او الغي الشيء السيء، انا اعرف اتعامل معه. يعني مجرد مثل ما تيني فكره غير اللحظه على طول ارجع مره ثانيه. انت يعني اكون واعي. طب ما قلتي ان فتره التامل اللي افترض الانسان شو نقيسها فيه؟ كل يوم ساعه؟ لا مو ساعه، ساعه كثير حق شخص مبتدئ. حسب الاشخاص يعني 20 دقيقة يوميا هذه ممتازة. حسب نوع التأمل يعني، حسب الشخص اللي قاعد يتأمل. إذا كان قاعد يتأمل مع مدرب فهو مثلا 20 دقيقة يمكن في الأسبوع تكفيه إذا كان مدرب قوي. بس نعم. إيه لكن خلنا نعطي خلنا نقول يسمونها تيبس أو مثلا رؤوس أقلام للناس العادية، إن شلون ممكن تمارس تأمل. لا نقول تمارس تأمل لكن يساعدها التأمل في حياتها عشان يشيش يعني. أوكي. أول شيء الناس شنو يعانون منه؟ شنو أكثر شيء يعانون منه؟ مشاعرهم. أكثر شيء سلبية. أكثر شيء يعانون منه مشاعرهم، ما يتحكمون في شعورهم. يعني مثلا حدث صار في الماضي وليه الحين قاعد يأثر فيه. التأمل يخليه ينسى. في انواع للتامل، في تامل ممكن اخليه يراقب الحدث ويبتدي ينظفه وخلاص ما يفكر فيه، حتى لو يتذكره ما في مشاعر. هو المشكله في المشاعر، انت عادي فكري باللي تبينه، بس اذا في شعور اتجاه الفكره راح تبتدي هرموناتك تتغير، راح تبتدي طاقتك تتغير. صحيح. راح تبتدي كلها. طبعا. نعم. اي طبعا أكيد. يعني انا مثلا في كثير بنات ايون عندي تكون مثلا وايد مو متزوجه وتكون تبي تتزوج. طيب اقولها انت وايد حساسه، ما ينفع. تلاقين حتى هرمون الحليب عندها مرتفع، تحس كانها ام. فهو هي الشعور ياثر على الهرمونات، الهرمونات تاثر على الشعور. حين اذا انا شخصيا ما قاعد افهم ايش قاعد تقولين او قاعد احس فيه، هذا يعتبر شيء طبيعي؟ لاني طبيعي. انا ما جربت. طبيعي جدا جدا. يعني انت ممكن مثلا تيني تكلمني عن التصوير، انا ما افهم التصوير، بس انت الحين اوكي. انا مو ولا قادر استوعب اللي قاعد تقولينه الامانه. يعني طبيعي انه شلون افقد شعور حزن وش هو الحزن موجود؟ لان تدري ليش؟ الكل شيء موجود، بس احنا ما تعلمنا كيف نتعامل مع شعورنا. بس انه واجهتي ناس نفسي انه ما جربوا التامل، فما وايد مو فاهمين شنو الشعور. شوي شوي حبه حبه يبتدون يفهمون. فعشان كذي انا اقول لهم انتوا لازم تقرون اكثر، لازم تعرفون اكثر، لازم انتوا يعني تعرفون شنو مشاعركم هذه. انا قصدي على نفسي اتوقع ان في وايد مشاهدين قاعد يشوفونا وهم نفس شعوري. لا في اشخاص. بس هذا شيء طبيعي صح؟ شوف اول خطوه في التغيير انك تعترف انك ما تعرف. انت يعني اعترف ان انا مو فاهم. نعم. اول خطوه عشان تتعلم، لان الانسان اذا قعد وانا فاهم كل شيء عمره ما راح يتعلم. فقول اوكي مو مشكله انا مو فاهم وابي افهم ان شاء الله. في الايام المقبله ابي افهم، ابي اقرا، اتعلم كل شيء. يعني مو معقول راح تعلمه في لقاء 20 دقيقه ولا 5 دقائق. لا انا بس اقدر اعطيكم شنو مفهوم التامل وش يسوي التامل وشنو يسوي التامل بالضبط. هل في امور نقول الاكل هل ياثر على التامل؟ مثلا قبل التامل لازم الانسان يوخر، او يمكن حتى خلال يومه في انواع من الاكل تاثر على المزاج؟ انا صراحه في بعض المدربين وبعض الاشخاص يتكلمون على الاكل، انا صراحه اكل كل شيء، يعني كل شيء، ما احرم نفسي من اي شيء. فانت لما تاكلين الشيء وشعورك مزعج راح تسمنين، لكن لما تاكلين الشيء براحه راح يكون افضل. فانا ما عندي ان في اكل معين يكون افضل، ما عدا شرب الماء. لازم الانسان يكثر ماء. نعم. قبل التامل وبعد التامل. عموما بدايتي بتكون بقرا شيء بالنت وبشوف باليوتيوب. لازم تقرا، لازم تقرا، لان موضوع مو يعني يمكن لو جربنا مره جلسه تامل راح نستوعب الامر ونحس ايش كثر هو يغير. على الهواء صمت 20 دقيقه 5 دقائق عشان اخذها 5 دقائق. عموما استاذة ليلى العنزي خبيرة التنمية البشرية وعلم الطاقة، شاكرين لك حضورك. تسلم. وفتحتي وايد اسئلة الحين بدون غير اجوبة.
اتوقع الناس خلهم يبحثون هذا اهم شيء. الناس تبحث. مشكوره ما قصرتي. تسلم. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا طبعا طاقه الكهرباء راح تكون معنا بس فيها فلوس، طاقه كهرباء مع فلوس بعد هذا الفاصل.